أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم استخدام الروبوت البسيط تايميو الذي قمنا بالتمهيد له خلال المقدمة الفائتة. فبينا كيف أن هذا الروبوت تم تطويره وهو موجه فعليا لليافعين. كون برمجته والتفاعل معه سهل وبسيط مقارنة مع غيره من الروبوتات. فنبدأ أولا بالذهاب للموقع الأساسي الخاص به، فنقول هنا تايميو روبوت، فنرى هذا الروبوت الذي كما قلنا تم تطويره في سويسرا سويسرلاند. وبما أنه ليس لدينا الروبوت الفعلي الحقيقي، لذا سوف نقوم بالتفاعل والتعامل مع سيميليشن المحاكي. فسوف أقوم بتحميله مستخدما هذا الرابط الذي أيضا سوف أقوم بوضعه في مربع الوصف للقيام أيضا بتحميله من قبلكم. فهنا نقوم بالذهاب إلى هذا الرابط. نرى هنا مختلف هذه النسخ المتوافقة مع أنظمة التشغيل، وكما نرى كيف أن اللغة الأساسية الخاصة بهذا الموقع هي اللغة الفرنسية، لأن إحدى اللغات الرسمية في سويسرا هي اللغة الفرنسية. وقمت مسبقا بتحميل إحدى هذه النسخ والذي هي على ويندوز 64 بت. فإذا أردنا القيام بتحميلها تيليشارجر، نرى هنا كيف نستطيع القيام بذلك بدون مشاكل. وبعد القيام هنا بالتحميل نستطيع القيام بالتنصيب. فيقول هنا أنه لدينا نسخة سابقة محملة، ولكن لا مشكلة، ففعليا عندما تقومون بتنصيبه سوف تظهر هذه النافذة، وما عليكم سوى القيام بتنصيبه بشكل مباشر دون مشاكل. بعد القيام بالتنصيب تستطيعون القيام بالذهاب إليه، فنقول هنا تايميو. كما بينا لدينا الكثير من بيئات التفاعل والبرمجة الخاصة بهذا الروبوت، فبعضها يعتمد بشكل مباشر على التعامل مع الصور دون القيام بكتابة الأكواد بشكل يدوي، بينما البعض الآخر نحتاج القيام بكتابتها. وسوف نرى كيف نستطيع القيام باستخدام كل من هذه البيئات خلال الدروس اللاحقة. نبدأ أولا مثلا بـ VBL. إذا قلنا هنا بالضغط عليه يطلب منا إما القيام بوصل تايميو بشكل مباشر عن طريق الـ USB إذا كان لدينا روبوت فعلي، أو نقوم هنا بإطلاق السيموليتر المحاكي. وهنا لدينا بعض المعلومات الخاصة بهذه البيئة VBL. كما نرى هي من أسهل الطرق الخاصة لبرمجة تايميو، ولا نحتاج للقيام بكتابة الأكواد، وإنما نقوم بما يسمى Drag and Drop، أي السحب والإسقاط. فنقوم بسحب صور معينة ومن ثم إسقاطها، وبشكل أوتوماتيكي يقوم بتوليد هذه الأكواد، وأيضا هي لا تحتاج إلى إنترنت. بينما نرى هنا مختلف هذه البيئات، إذا قلنا مع البايثون نرى هناك فأيضا لدينا بعض المعلومات الخاصة بها. فمثلا إذا أردنا القيام بالاستعلام عن المزيد من هذه المعلومات، فنستطيع القيام بالذهاب هنا إلى هذا الرابط. طبعا كما قلنا أن المشكلة هي أن اللغة الأساسية هي اللغة الفرنسية، فإذا قلنا هنا قم بالتحويل إلى اللغة الفرنسية، ونرى هنا كيف لدينا بعض المعلومات الأساسية الخاصة بهذه البيئة وشرح آلية الاستخدام. ولكن خلال دورتنا سوف نقوم بشرحها بشكل مسهب وبشكل منتظم لاكتساب المعلومة دون مشاكل ودون تعقيدات. فنبدأ أولا، سوف أقوم مثلا بالذهاب إلى أبسط طريقة الآن هكذا، ونقول هنا قم بإطلاق هذا السيميليتر. فيطلب مني القيام باختيار إحدى هذه البيئات. مثلا إذا قلنا هنا البيئة البسيطة تايميو باكجراوند، فنرى هنا كيف قام بفتح هذه البيئة، ونرى هنا روبوت تايميو بهذا الشكل وبهذا المسمى. إذا قلنا الضغط عليه نراه مطابق إلى الروبوت الفعلي الحقيقي. فمثلا نرى هنا كيف نستطيع القيام باختيار هذا الروبوت للقيام بالبرمجة. وأيضا مثلا إذا قلنا قم باختيار بيئة ثانية مثلا هذه، فنرى هنا كيف لدينا مثلا الكثير من هذه الروبوتات كما هو موضح هنا، يعني يقوم بالتقريب هكذا بهذا الشكل، ونراها أيضا معبر عنها بهذا المكان. فنستطيع القيام باختيار أي من هذه الروبوتات، فضلا عن كون مثلا هناك الكثير من الروبوتات الغير موجودة أو الغير مفعلة. فمثلا إذا قلنا هنا نرى كيف لدينا في هذه البيئة مثلا روبوتان، هذا الروبوت الذي نستطيع القيام بالتواصل معه تايميو، بينما الروبوت الآخر وهو بيكي فهو غير متوافق مع هذه البيئة، وهو الروبوت المعبر عنه يعني أرى بهذا المكان. تمام، لذا نرى هنا كيف أن هذه البيئة سهلة وتفاعلية ومباشرة، ونستطيع القيام بالتفاعل معها والتعامل بشكل بسيط وسهل. دعوني مثلا أقوم هنا بالذهاب. مثلا لدينا هنا متاهة، أعتقد مع وجود روبوتان هكذا،
وغيرها من هذه البيئات. فالآن دعوني مثلا على مثال بسيط، فنقوم بالذهاب إلى هذه البيئة البسيطة هكذا، ونقوم بالربط مع هذا الروبوت بهذا الشكل. فنرى هنا كيف قام بفتح هذه البيئة المتوافقة مع هذا الروبوت. نرى هنا هذه الإيفنت والأحداث، ونرى هنا هذه الأكشنز. عندما نقوم مثلا بذكر أكشن معين مع حدث محدد، نرى هنا كيف نقوم بكتابة الأكواد. فمثلا على سبيل المثال، إذا قمنا بوضع مؤشر الفأرة على هذه الأحداث، فيقوم بإعطاء معلومات خاصة بها. فهنا مثلا لدينا بوتونز، الأزرار الخاصة بهذا الروبوت، وهي الموجودة هنا إذا قمنا بالتقريب بهذا المكان. وهنا لدينا هذا الإيفنت الخاص بحساسات الجوار، وهذا الخاص بالأرضية، حساسات الأرضية. وهنا عندما أقوم بالتاب، أي عندما أقوم بلمس الروبوت، وهنا عندما نقوم مثلا بإصدار أوامر صوتية. طبعا المحاكي لا يستوعب جميع هذه الأوامر، فمثلا الأوامر الخاصة بالصوتيات هي غير مفعلة في السيميوليشن، ولكن لا مشكلة. نبدأ أولا بمثال بسيط، فسوف أقوم بذكر هذا الإيفنت مع حدث معين، ليكن على سبيل المثال أنا أقوم بالتلوين. فهنا إذا قمت مثلا بالضغط على الزر المنتصف، فأقوم بتلوينه باللون الأخضر بهذا الشكل. نقول هنا run. ففي هذا المكان عندما أقوم بالضغط على الزر المنتصف، سوف يقوم بتلوين نفسه باللون الأخضر بهذا الشكل. ونرى هنا كيف تم تفعيل هذا الأمر. نرى هنا كيف لدينا هذه الألوان الأساسية، الأحمر والأخضر والأزرق، ولكن نستطيع القيام بالدمج فيما بينها، وأحصل بالتالي على ألوان جديدة، مثلا اللون الأصفر هكذا لنرى بهذا الشكل. ونرى هنا الإطار الخاص بهذا الروبوت الملون أيضا باللون الأصفر، وهو يعبر عن حساسية، أي مجال تحسس هذا الروبوت للبيئة المحيطة. والآن سوف أرى كيف أستطيع القيام بتحريك هذا الروبوت. فمثلا سوف أقوم بذكر حدث آخر هكذا، فعلى سبيل المثال سوف أقوم بالضغط على هذا السهم العلوي، وسوف أقوم بتحريك هذا الروبوت بهذا الشكل. فهنا نرى هذان السهمان المعبران عن هاتين العجلتين. فمثلا عندما أقوم برفع هاته، نرى كيف يتحرك هذا الروبوت. وإذا أردت القيام بجعل الروبوت يسير نحو الأمام، فما علينا سوى القيام بتحريك هذا السهم أيضا نحو الأعلى، يتحرك نحو الأمام لنرى. فالآن يعني أقوم بالرجوع هكذا. فالآن إذا قلنا قم بالتلوين لا مشكلة، وأقوم بالحركة، فنرى كيف يتحرك بهذا الشكل. ممتاز، ونستطيع القيام بالتحكم به كيفما نشاء. فهذه هي البرمجة الخاصة بهذه البيئة VBL أو Virtual Programming Language. وسوف نرى في الدرس القادم كيف نستطيع القيام بتعقيد هذه الأحداث مع الأكشنز والربط فيما بينها، وجعل السلوك الخاص بهذا الروبوت أكثر تعقيدا. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس التالي. سلام.